الو، واخا نص ساعه غادي نكون عندك. عمرو ما كيعيط عليا في هاد الوقت. ضروري خاصك تمشي عندو دابا. ضروري خاصني نمشي عندو. من نهار كتب ومن نهار تهنى منكم العالم. يلا تهلا فراسك. كيفاش طلعتي هذا الربيع كله لهنا؟ مريم توحشتك. علاش شحال هادي ما عيطتي عليا؟ بابا بابا
علاش ما عيطتيش ليا باش تعاودي ليا بحال ديما؟ ما عنديش الخاطر. طيب قال لي باباك في الزايمر، واحد شويه ما غادي يبقى عاقل على حتى واحد. شفتي زوري، عاد شفتو داك النهار كان مزيان؟ غادي نوقف معاك، ما غنخليكش بوحدك. مريم سيمانة وانتي هنا وما كتجاوبيش في التليفون والخدمة. خدمتي خديت عندهم جوج ديال السيمانات. اجي علاش ما يجيش باباك يعيش معانا؟ ما بغاش، بغى يبقى في دار وانا غادي نبقى معاه. كتهربي مني؟ ما عنديش علاش غادي نهرب منك. اش من ذنب عندي انا في هذا الشيء اللي واقع؟ اش من ذنب عندك باش تجي وتشغل راسك بالمشاكل ديالنا وانت مشاكل كثار؟ هالجريده، هالحزب، والانتخابات اللي قربات، هذوك هما حياتك ماشي انا. انت عارفه المشاكل اللي عندي بحال ديما. خلينا نحاولوا مره اخرى، ما تكونيش خايفه. اه خايفه، وخايفه بزاف. لا لا لا، ما صدقاتش، كاين طرق اخرى. مازال خدامة؟ شوية. شكرا. يلا صباح على خير. دابا عرفت علاش الربيع والورد عمر بيه دارو. با مسكين ما نساش، ما نسى والو، بالعكس تفكر تفكر الاشياء الجميله والقديمه اللي غطاتها الغبره ديال الحياه. عادل عادل ولدي،
فيلم مش عادل. بغيت نشوف عادل، بغيت نمشي عنده. فين غادي تمشي عنده؟ عادل كتر من 20 عام هادي هو في كندا، وكون بغانا هو اللي غادي يجي يشوف. صافي بابا، صافي غادي نتلاقى عادل، اختي تجيب لك عادل. شنو قررتي؟ غادي تبقى معانا؟ لا ما بغاش يجي معانا، خصنا نبقاو معاه. غير ما هربتيش مرة أخرى وخليتيني غير أنا وياه. ما عندي فين غادي نهرب، صافي تصالحنا. تصالحنا. فين وصلتي في الكتابة؟ قربت نكمل الحكاية ديالي. غير هو هادشي اللي وقع لبابا خلاني نعاود نفكر في حوايج أخرى. يلا سير ما نهربش. كوغاش. هذه خالتي أمينة، وهذا هذا ولدها كمال، وهذا الصغير شكون بابا؟ هذه شيماء بنت خالتي عيشة. وهذا بابا ماماك. وهذا اللي معاه شكون؟ بغيت نشوف عادل. عادل بابا راه سنين هادي باش مشى لكندا، ما بقاتش عندنا خبر عليه، ما عرفنا لا حي ولا ميت. ما وقع لي والو، هادي غير مخاصم معايا. بغيت نشوفو قبل ما نموت، مبغيتش يبقى مقلق مني وانا ميت. لاباس عليك، انا غادي نقلب لك على عادل، انت ديها شويه في الصحه ديالك. يلا بابا غادي نبداو من الاول، غنشوف واش عقلتي على هادشي اللي قلت لك. منين غنجيب لك 2 مليون؟ منين انت كتشوف الحاله ديالتنا؟ يماك مريضه والمرض ديالها كيطلب بزاف ديال الفلوس. راه انت بديك الاجازه خصك تخدم وتعاوننا. حشوم عليك با، واش انا شاد لا ليسونس مونسيون تقول لي خدم في عرفتي هاد الشيء راه كيحلموا به الناس. انت شوف با البرا اللي صيفطوا لي، شوف استعطيني بهاد البرا. انت دابا غتبقى مسخر مع دوك الفلوس با تاني متى؟ شو امي بسبب هادشي مليوحات ما عندها حتى الدواء؟ بغيت انا نتلاح في هاد البلاد هادي اللي ما فيها لا مستقبل لا والو.
لحق لي الترابي وانني وكتفكر غير فراسك. شتي الناس اللي بحال هاد الحاله ديالتنا حنايا راه ما خصهمش يصيفطوا ولادهم لا لكندا ولا للميريكان، راه ما عندناش، راه انت خصك تخدم وتعاوننا. الحاله ديالنا الحاله ديالنا غادي ما تتسخر مع دوك الفلوس، بقى بوحدك معاهم لحقاش انت ما كتبغي حتى واحد، وبقى مع دوك الفلوس حتى تموت معاهم كاع. سير درك عليا كمارتك. المحطة شنو بغيت دير في المحطة؟ غادي نشوف عادل، خصني نقلب على عادل. مراد اجي دغيا تشوف كاين شي خبر جديد؟ الجامعة تصلت لي على خويا عادل. عادل القيسي تخرج من شعبة الأنثروبولوجيا في علم عادات الأعراق البدائية، ثم التحق بمعهد الدراسات في تورونتو في 1993. وفي 1994 سافر في بيئته للبرازيل باش يدير بحث في الدكتوراه على قبائل الكاراجا في الأمازون. كاراجا؟ شاد كاراجا؟ دوك المايا دوك تيسكنوا في الغابه. بون ما عنيناش، ها هما صيفطوا لي لي كوردوني ديالو بلوس لي زادريس ايميل ديال صحابو، غادي نصيفط له دابا.
مراد. مراد Là, il va passer tout de suite en impression. C'est Martini, tout de suite. Yalla. إن الجنس الأدبي يتحدد من خلال السياق، فما الذي يميز الرواية التخيلية عن السيرة الذاتية؟ وهل يمكن فعلا القول أن هناك سيرة ذاتية سرفة؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عنها في الحصة القادمة. يمكنكم تفضلوا. وي مريم. يلا سريت الحصة. اوكي كما قلت لك عندي اجتماع في الشعبة ومن بعد لقاء حول القصة القصيرة. العشرة خليت لك في الثلاجة. شكرا حبيبة. قول لي اشتي الجرائد اليوم. علاش عندك شي خبر جديد؟ لا نشرت الخبر على الوالد ديالك. وراه دوم وادي باش حطيناه في الجريدة وفي تويتر وفي الفيسبوك. وحتى مختفون عاودوا فوق هو كيدوز فيه. وما عندنا خبر. لا أعرف كيف أحكي عن بداية الوعي، عن بلسم الطفولة لعلاج ندوب هذه الكهولة التي صارت تتسلل إلي. العودة لذكريات صبايا محاولة لترميم ذاكرة المتعبة وذاكرة أبي التي تكسرت يوما كتحفة من زجاج عريق ونادر. أستاذة مريم، حدثين عن والدك الذي جعلت له صورة على غلاف سيرتك الذاتية. في الحقيقة ما كانت فكرة هذه السيرة الذاتية تراودني لولا فقدان والدي لذاكرتي ولولا اختفائه فجأة، وبذلك اعتبرت هذه السيرة بمثابة إحياء لذاكرتي ومحاولة مني لفهم شخصيته من جديد عن طريق ضوء الكتابة، ومحاولة مني أيضا لفهم ماضي أسري ما زال لم يحدد مصيري ومصير من هم يحيطون بي. شكرا جزيلا أستاذة مريم على قبول الدعوة. الشكر لكم على هذه الدعوة الجميلة. سيداتي وسادتي، ليس هني ألف برافو. الشكر بالكاد. كنتي واعرة، هضرتي مزيان. مالكي؟ ما كانش غير نهضر على عادل وعلى بابا في الرواية ديالي. لا اجي معايا، اجي جلسي. ما تهضريش بحال هكا. حسيت براسي بحالا خنتوم. مراد، انا حاملة. علاش؟ ما قصدتش وقع غلط. الحقيقة كنت قاصدة. كون كملتي الدواء ديالك. بغيت غير نجرب هاد المرة. ياك انت اللي شجعتيني ولا لا؟ كان خاصك تسناي لي ريزولتا ديزاناليز.
بغيت نجرب غير هاد المرة وغادي تكون هي الاخر، وانا كنتحمل المسؤولية. هو في الصراحة لا دياغنوستيك ولا زاناليز اللي درناهم ابخي لا دوزيام فوس كوش كيكتب لي كاين خطر. انا قلت لكم سي با لو مومون، ولكن دابا اللي وقع وقع، حيت كان خصنا نعرفوا بالضبط فين كاين المشكل. دابا غادي نحاولوا نحافظوا على لو بيبي جوسكو سيتيام، ولكن بصح خاصك تسمعي ليا شنو خاصك ديري بالضبط يا كامورات. سمعتي شنو قالت لك الطبيبه؟ المهم عندي هو صحتك، الدراري غنديرهم من بعد. غادي نحاول. سلامة بنتي. الله يسلمك. وجدتك ما تاكل بنتي؟ لا لا دادا ما كاينش. فوزية صباح الخير. صباح الخير، كيف صبحتي؟ الحمد لله. زين. لم يفيق؟ بقى نعسة، حد دايما هالحد. صافي أنا غادي نمشي نفيق. واخا. لا فوزية خلي ريدو مسدود، رد دخل بزاف. صباح الخير لمياء. صباح الخير مريم. هادشي ما قدرتش نفيق هاد الصباح، صباح سمعي هلوكا. بالحق دابا شوية نولي باخر. مالك شنو واقع؟ والو، انتي السبب في هادشي اللي انا فيه. انا؟ وعلاش لالا؟ البارح بديت الروايه ديالك، عرفتي ما قدرتش نحبس حتى كملتها كلها. الليل كامل وانا فايقه. ايوا نوضي بارك عندك العكس ديالك. سيري. يلا. صافي انا بدلت الحوايج ونبطي عندك. يلا هاني كنتسناك لتحت. حلمت، ما عرفتش كيفاش حلمت. شحال هادي ما حلمت. حلمت عندي واحد الوليد وناس حدايا واحد الراجل، ما عرفتش شكون هو، كان عطيني بالدار وكنا في هذيك الدار ديال العربيه. فراسك وصفتيها مزيان لدرجه حسيت براسي بحال سبق لي عشت فيها. حلمت براسي وليت مرا فحال اللي كنت. بارك عندك تخربيق ديالك. بيان سيغ انت مرا وغزاله تبارك الله، والف واحد كيتمك غير انت الراجل اللي كيقرب ليك كتبعدي عليك. قولي لي هذيك الدار اللي وصفتيها في الرواية ديالك مازال كاينة؟ باقا كاينة في النواحي العريشة، غير هي ولات خربة.
هذا علاش ما فكرناش نبيعوه، ما غاديش تجيب الثمن ديالها. فرق كبير بين الدار كيفاش شفتها في الرواية وكيفاش ولات دابا. هذا هو الدور ديال الحالي، كيرد لك الماضي غزال بحال الجنة. مالك الامير؟ عييت بلاك ليني كل شكل. اسمعني مزيان شنو غادي نقول لك. لا في كورت باش تبقاي مدوزه غير في الخدمه. الخدمه راه ما غاديش تعرف. الخدمه يوميا من 8 الصباح حتى ل 10. ديها شويه في حياتك. قلتي صافي راسي غتمشي لي لا كلينيك. مي بارتنير ماكروش يصيفطوني بخي روتريت. قال لك لا ديريكسيون ديالي ما صالحالهمش، ما كتدخلهمش بزاف الفلوس. وديري قضيه. علاش ما تدخليش هذوك الشركه ديالك جداد؟ وتوسعي لا كلينيك. ومنها ترتاحي شويه. انا ما بغيتش نبيع الحصه ديالي في لا كلينيك، وما غاديش نخلي هذوك لي بارتنير الخليجيين يدخلوا. هذوك الناس بصح جايين يبيعوا ويشريوا في عباد الله مراضين، والسمعه اللي بناها بابا سنين هذه ما غاديش نجي نضيعها هكاك. هزيتي كاع لي زافير ديال؟ وي. ها انت سيدي بغيتي داركم وحنا جبناك ليها. واخا كنا بغيناك تبقى معنا شويه. غادي ندوز لعندكم. مرحبا بك. الدار توحشاتك. يلا نخليك ترتاح. نمشيو مراد. يلا ميرسي مراد. إلا بغيتي تخرج تشرب شي قهوة عيط لي. داكو. غدا غادي ندوز من موراك تجي تتعشى معنا. علاش مريم معاك؟ ضروري. يلا. بليزير.
عادل عادل صباح الخير. صباح الخير. جيتي بكري ها؟ هذه 11 الصباح قال لك بكري. ديجا؟ وي. بركة ما تدخل قلبك السم على الصباح. افطر بعدها. ما كتشوي فيها. انت راه تبدلتي كلنا تبدلنا كنشوف كيفاش سمحت لك نفسك تخلينا هاد المده كلها ظروف مريم اش من ظروف هادي اللي تخليك تنسى بلادك وحبابك وعائلتك يلا جاوبني ما عجبكش الحال سي انا من بعد القرايه ديالي خدمت ومن بعد الخدمه تزوجت بقيت كنسافر بزاف على ود الخدمه وتلفت في الدنيا واحد الوقت ما بقيتش عارف راسي كاع منين انا فاش تخاصمت مع الوالد سافغي مشي طير ليا شويه ولكن من بعد نسيت وعشاك فوا كطيحوا ليا في راسي كنحاول ننساكم كنقول من بعد كدوز الوقت وانا كنقول من بعد ما قنعتينيش بالهضره ديالك مي بون ملي رجعتي الحمد لله على سلامت هذا ولدي غزال غير انت ملي كنتي صغير ماما كتسميه ميتش وانا كنعيط عليه ناصر وعلاش ما جبتيهش معاك بقى مع ماما طلقنا وشحال من عام هادي وتا شي حاجه ما تبدلات وعلاش بغيتيها تبدل ما كان باغي هادشي يبقى كما هو باش يبقى عايش غير في الذكريات ديالو من النهار اللي مات تما الله يرحمها غدا التقاعد النسبي هو يسد عليه في الدار حتى الواحد النهار ما بقى عاقل على والو بقات فمو غير كلمة عادل غادي نمشي نقلب على عادل خصني نسافر نجيب عادل حتى خرج وما رجعش الفاين الله اعلم Merci. Je vous en prie.
بون سواري. أو بوا. تيريتي الفلوس في 28 اكتوبر من طنجة. وشهر من بعد عودتي تيريتيهم من الرباط. عاودتني رجعت الصويرة. الو الو سيو مراد سي عادل دخلي مراد عادل تفضل صافا صافا كي داير وي كلشي مزيان الحمد لله جلس سي مرحبا بك كنت دايز القطره صحه ديال البيرو ديالك كنت نطلع عليك وصافي اه خويا مرحبا بك في اي وقت فين هاد القبور فين كنتي غير مع الوقت جبتي شي حاجه جديده على الوالد ديالك نو والو دابخي لي غولفي ديال لابونك اللي كيجيو عندو الدار لاحظت بان كيتيري بلا كارت كيشي من بزاف ديال البلايص واشاك فوا تيرجع لواحد لازون ما عرفتش علاش كيبان لي خصك تمشي لتما وتقلب هذيك لازون مزيان وتسول الناس تشوف واش شي واحد شافو يا غادي نعاود نتلف تاني وصافي ديجا 20 عام هادي وانا تلف خارج المغرب ورجعت واش نتلف اي بون يلفو عرفتي شكون اللي شفت؟ شكون شفتي؟ سعد مريم ديك الطبيبه لمياء الشاوي دكتوره لمياء الشاوي سي اون كروند امي ديال مريم قالت شي حاجه بيناتكم شحال هادي وي شحال هادي قالت لي مريم
اش اخبارها؟ هل فابيان؟ سانسيغمون ما هضرتش معها، غير بنت لي دايزا، شفتها غير من بعيد. مالها في رجلها؟ هذه 5 سنين وقع لها واحد الاكسيدون خايبه. مسكينه مات لها راجلها في الاكسيدون. داك النهار وهي كتعرش. سي بون جاري. مريم ما كتنعسيش انت؟ مالك سد عليك بالذكرى؟ من الصباح وانا كندق تخلعت عليك. واش هاد الحاله هادي؟ ديما ناعس بحوايجك وديما سكران. سي بون مريم، سي بون. المره اللي كنت كتفرحني كل صباح راني طلقتها. اجي بعدا بغيت نهضر معاك. مع ان كنبقاو ساكتين راه ديما كنهضروا، على زعما اليوم. بغيت غير نفهم اشنو ناوي دير. شنو هاد الرقيع الكاتبه هنا؟ ما عجبكش؟ لا ما عجبنيش. في شي حاجه كتعجب؟ كتهضري على الناس وكتفكري في بلاصتهم، اشنو زعما؟ انت بوحدك اللي كتفهمي. كنظن انا من حقي نفكر كيف ما بغيت، ونتخيل الروايه ديالي كيف ما عجبني. اولا لا جو كونفيرم. كومون تي تو بيرمي تهضري على الناس وتفكري في بلاصتهم؟ ولا انت بوحدك اللي كنتي عايشه في هاد لافامي؟ كتهضري على با، على امي، على عادل اللي حقد على با، على عادل اللي ولد ميمتو. يتواضون توسا اشنو؟ ما عندك حتى شي عيب، ما عندك حتى مشكل، علاش ما هضرتيش على راسك؟ انت باش من حق جاي كتحاسب معايا على روايه؟ باش من حق؟ حنا واخا خوت، كل واحد فينا والتفكير ديالو، ما يمكنش لي نفكر بحالك. وخلينا من هذا الشيء كله، خلينا في الموضوع ديالنا. ما فهمتش؟ واش ما غاديش تمشي تقلب على باك؟ غادي نمشي نقلب على باك، وغادي نخليها يرجع للدار، ونقول له بلا ما تحتاج تلف ولا تندم، انا مسامح ليك هادشي اللي بغيتي ياك. وغادي نقول له ثاني، واخا كنتي شي حيح وقبيح معايا، انا نسيت وسامحت ليك. ونهار تبغي تموت يمكن لك تموت مرتاح، بحال حتى شي حاجه ما وقعت. انت اكيد واحد الانسان مريض وقلبه عامر بالحقد، باش من حق جاي كتحاسب مع باك غابر 20 عام هادي وجاي كتحاسب معاه؟ باك ضيع حياته عليا انا وياك. امي كان عندها السرطان وكانت غتموت غتموت، اشنو كنتي باغي يدير؟ يبيع الدار باش حنا نتشردوا ياك؟ سيد لاكونغي كان عليه يدير شي حاجه باش يبين امها لامي بان رحنا معاها في العذاب ديالها، ماشي يبقى يكبر فيها الفلوس على الدواء. اشنو كان عليه يدير؟ يخرجنا للزنقه ياك؟ با هو اللي كيبغي امي في هاد الدنيا اكثر مني ومنك، والدليل على هذا انها من نهار ما هو سد عليه وهو ما عنده فمو غير عادل. خليك في هاد التفكير ديالك، هذا هو العذاب ديالك. جالسين هنا نكملوا هضرتنا. ما عندي ما نقول معاك، نهار تبدل الافكار ديالك عيط عليا. الحمد لله. دونك خاصك غير ترتاحي، ما ديريش ليفور، ما تكسبيش وما تمشيش الخدمة، أنا نعطيك سيرتيفيكا ميديكال. وسورتو ما تعصبيش يا مريم، أنا عارفك. شكون اللي خلاك ما تعصبيش؟ وعادل من نهار جا وأنا كندابز معاه. تصوري ما عمرو فكر يمشي يقلب على با. وعادل بعدا لاباس عليه؟ لاباس الحمد لله. ونتي شنو فكرك فيه؟ يا قلتي نسيتي وما بقيتيش كتفكري. ايوا بقيتش كنفكر، ماشي هي ما غنسولش فيه، انا بغيت نسول فيه كي داير لاباس عليه صافي. الروايه ديالك لاله هي اللي فكرتني في هادشي، وانا كنقرا فيها تفكرت املات رديتي بيرسوناج دراماتي. تصوري وانا كنكتب في الروايه تخيلت واحد الانسان ميت، ما كنتش كنظن انجو غادي يرجع. مشيت غلطه، يلا خليني نمشي. يلا شوف ما تنسيش لانيفيرسير ديالي صافي، هاكي ولا زانفيتاسيون هادي ديالك وديال مورا. يلا وتهلاي فراسك.
مريم وي لانفيتاسيون ديال عادل الا بغى يجي معاكم غادي نوصلها ليه حتى ليديه بنتي سي عادل صافا لميا صافا فرحتيني اللي جيتي كان حسابي ما عنديش علاش تك هو الا عرفت عليا غادي نقول له مرحبا بك ميرسي بعدها جويوز انيفرسير ميرسي بوكو قبل ما ننسى عندي شي حاجه واو عادل عرفتي فين رجعتيني عقلتي عليها بلا بيان سور عقلت هذه مفاجأة زوينة بزاف هادي أجي معي بونسوار مرحبا بكم طيب مرحبا عادل قيسي كنعيش على برا عاد مدام سميرة الإدريسي بسيكولوج مسيو ناصر بالكبير أفوكا مدام وفاء حكيمي جورناليست أغبية لالا مرحبا بكم خذوا راحتكم دار داركم لا راكي بيان انتوري هادي كي داير صافا صافا مزيان اجي ندمك شي واحد سي شعراوي سي عادل القيسي نسيبي اهلا وسهلا انشونتي سيدي الله يبارك فيك سي ان تري غران دكتور ان انثروبولوجي وساكن في كندا ودايور كان هنيك على هذيك الأخت اللي عندك الأديبة والشاعرة يا سلام اللي هي مراتي وي كان هنيك تمتع عليها وبالمناسبة اسمح لي يا دكتور راكي خصك تدخل البلاد لأن البلاد في حاجة ليك وانتخابتها هي جاية أجي تنضم معنا للحزب بيان سيور بيان سيور واخا اسمحوا لي عافاك صحيح أنا البلاد في حاجة الشبان من هذا النوع هذا هجرة الأدمغة أصبحت هاجس كبير عندنا في المغرب أنا في حاجة لهذا الشبان لأن هما اللي كيشرفوا الوطن ديالهم باش يزيدوا به القدام باش يطوروه ويجعلوه في مصاف الأمم المتقدمة ألا ترى معي هذه المسألة؟ طبعا ولكن سنأتي بكل الهاربين سنأتي بكل الهاربين
مالك خاصم معايا؟ ما بقيتيش رجعتي للدار باش نكملوا هضرتنا. انا راني قررت باش نمشي نقلب على الوالد. على سلامتك. المهم ماشي بلاصه الموضوع هذا. بغيت بغي نتكلم وراك كتعرف الدار. دابا انت كالي بالك غير باري، ما عرفتيش بان راه الا مشيتي لباغي راه هادشي اللي بيناتنا يقدر يتسالى. ناري شحال دراماتيك اصاحبي. واش عرفتي ديك الساعه غادي نولي طبيبه وهادشي اللي بيناتنا غادي يزيد يكبر؟ شوف انا ما بغيتيش تبقى تشوف حداني فيك، انا بغيتك تمشي تشوف بعيد. باغي فراسك انا من الاول كنت عارف بان هادشي من جهتك انت يا بادام وما كاين والو. عاوتاني كتردنا نفس الموضوع. واش انت صاحبي ما تخليناش نعيشو غير لحظه زوينه؟ حنا خصنا نبنيو مستقبل مزيان ياك، ولا بغينا نديرو هكا راه ما خصناش نبقاو رومونتيك، فهمتيني؟ يلا باي باي. أنا مشيت. عديل أبقى صيفط لك كل نهار اون ليتر من باغي شاك جور. عليك. مرسي. باينه فيك كيعجبك الجاز. الجاز خصو يعجب كلشي. انا هي الميزيك اللي كيمكن لك تسافر فيها بلا حدود. اون بليس هي الميزيك اللي كتعبر فيها كيما بغيتي ولا شما بغيتي. سي بوسيبل تسافر بينا لو تام ديال كازابلانكا الا كان ممكن. جادور سا. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh, just a sigh. The fundamental things apply. ما خليتك تصايم بزاف. نو راه هاد الناس هادو عزيز عليهم الصواب وداكشي ديال سالا. ماشي هربتي من زعما؟ عادل علاش جيتي كتقلب عليا؟ انا غير جابت لي مريم لافيتاسيون وجيت. كنهضرش على اليوم، كنهضر على النهار ديال البحر. حسب ليك ما شفتكش. انا ملي رجعت للمغرب كان ضروري نمشي للبلايص اللي كنت كنمشي لهم شحال هادي. في البحر شفتك غير بارازار. شحال غادي تبقى هادي؟ عادل صافا؟ زيد صافي. بغيتي تمشي بلا ما تسلم عليا؟
نو كنت غادي ندوز عندكم سي اوبليجي جلس اسيدي الا ما سلمتيش علينا حنا جينا نسلموا عليك قالت لي يا مريم باللي غادي تشد الطريق بطوموبيلتها وي نورمالمون جبت ليك ديالي حسن نو مراد انا نقدر نكري طوموبيل سي با غاف الله يا ودي حنا عائله خذ صاحبي كاين حتى شي مشكل كما كانش الخدمه والانتخابات راه غنجي معاك وي جو سي مراد ميرسي بوكو دويتي مع لامي هاد الايامات نو من هذيك لا سواري اللي كنا معروضين ليها هي ما في خباركش شنو بعت حقها في الكلينيك ما قداتش على دوك النصابه اللي كانوا مشاركين معاها بون وي عيطها ليها سا لو فري بليزير جو بونس ما تخممش الطوموبيله درت ليها الفيدونش وكلشي غير شد الطريق ميرسي مراد يلا طريق سلامة سلام. اجي اجي مراد جو كخوا غتمشي على رجليك سي سا سوري صاحبي راه زربان كيتسناوني في الجريده شكرا يلا بسلامة باي باي الحمد لله. Et toi? Ouais, très bien. Et tu es bien avec? Tranquille, الحمد لله. جيت نقول لك بالسلامه لحقاش غادي نمشي نقلب على الوالد و بوسيبل ما نعاودوش نشوفو من بعد. داكوغ. شنو زعما صافي؟ ça te dit تمشي معايا الا ما كان عندك ما يدير بيان سيو ما خصك تعطي لقلبك فرصة أخرى نعطي القلب فرصة أخرى عاد ديما الفرصة الثانية كتخلينا نفكر أحسن في داكشي اللي فات غادي ندير على الكازوال نجيب لك معايا شي حاجه تشربها لا ما قادرش السلام عليكم وعليكم السلام عافاك البلان
وي وي عادل. لميا اسمحي لي لك مع برزتك. لا لا بالعكس كنت كنساين. انظر كاين شي اخبار. والو كاع الكوميساريات تيقولوا لا ميم شوز، ما عارفين حتى شي حاجه. والسبيطارات تاهما كثر، لي زورجونس مبلوكين مع السبت بالليل وما قادرين يشوفوا لي حتى في لي زارشيف. شوف عادل ما ديرش في بالك، انا غدا غادي نعيط لكاع صحابي اللي ممكن يعاونونا داكوغ. شنو بالك دابا تخرج تفوي شويه بدل شويه الجو؟ والله الا حتى انا جوني بزوا دونك نتسناك تسالي. صافي نوجد وغادي نمشي. يا اخويا الله يخليك الدار ديال محمد قيسي. هي هذيك اخا هذيك. هي شكرا. هادي 25 سنه وليدي ما شفتو ما شافني. خمسه د المرات وانا كنمشي نزورهون وطنجه والعرايش باش نقلب عليه ما لقيتوش. هادي هي الخوا. انا باغي نحيي معها الرحم. اش عباد الله حنا خوته ولا شنو؟ الوالدة عمي كنقطع مع الدنيا واللي فيها. 20 عام هادي هو غير في الدار ما كيخرج ما كيدخل من نهار مات الوالدة. الله اكبر. الوالدة ماتت وحنا ما عندنا خبر. الله يعظم الاجر وليدي. شكرا لله. شحال من رجلك يا بنتي؟ كسيدة. نمشي معاك بس. الله يشافيك، الله يخليكم بين بعضياتكم. امين. عمي الوالد راه مريض شويه، فقد الذاكره ما بقى كيعقل على والو. واحد الصباح خرج وما بقاش رجع وما عرفناش فين مشى، وانا دابا كنقلب عليه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ام الصبكه كان يرجع عندي ويبقى معايا هنايا ونشبع منه حتى تجي انت واختك موراه.
عادل عادل لمياء تعطلت في النعاس يا شفتك البارحة هي قلت نخليك ترتاح شوية مش حتى لهالدرجة عادل ولا كيطر عليك النعاس هكا راك تكرفس على راسك الشراب وهاد لي سومنيفير واش بغيتي تولي الكوليك باش الهضره ديال الكوليك على الصباح كيسكي فو لابين باش نحيدك اون بلوس انا كيعاونيني باش نعس شويه راه ما خاصكش تكون محتاج هادشي باش تنعس وقيلا راه ماشي حدا تولي الكوليك راك ديجا وليتي الكوليك هكا راك تكرفس على راسك عادل شنو هاد العيشه ديال الزمر اللي وليتي عايش واخا Je ne suis pas parfait. Ou n'es-tu parfaite? Tu es là pour te faire avec moi et te faire avec moi? Ou tu veux que tu te fasses quelque chose avec moi? Et après, tu vas te faire comme d'habitude. Je ne suis pas Adil de 20 ans. Tu as fait beaucoup, Adil. Et c'est Adil de 20 ans? Tu n'as pas fait rien. Tu n'as pas fait rien de la vie de la vie de la vie. انا ما غاديش نبقى حتى نتداوى انا غادي نمشي في حالي دابا بيان سور كنت عارفه اي تو لو في دايور تري بيان تبرناك اسمح لي اخويا السيده اللي كانت معايا اللي عندها العكاز نعم واش باقا في الاوتيل ولا خرجت قالت خصها تمشي للمحطه شدي ثلاث تاكسي شحال دابا الوقت تقريبا شي ساعه هيداك شكرا فينا ما غاديش دابا لا غاديش جوج ان شاء الله اللي ما كنقدروش على الحاجه ما كنديروهاش ما بغيتش ناخذ الكار اللي مشى هذه الساعه شنو زعما دابا بغيتي نقول لك ميرسي حيت سنيتيني شنو زعما ما تقولهاش علاش كتشوف فيا هكا رحشمتيني ما خليتيني كاع نركز فهاد لابيس اللي كنقرا هضر لي شويه على لو سوجي اللي كنتي خدام عليه لي ريشيرش اللي كنت كندير على المجتمعات البدائيه والسياسه والسلطه اللي كانت كتحكمهم مشيت عندهم جلست معاهم وي 14 عام غير في الغابة ولا في
دي فيلاج بعاد لدرجة أن حتى شي واحد ما قدر يوصل ليهم. كانت في حقها أحسن الأيام هذيك اللي دوزت. تصوري قدرت ننسى فيها الكارو والشراب. المهم هادشي كامل قدرت ننسى كنتي. كاين عندنا جوج ديال الحالات كيشبهوا الحاله ديال الوالد ديالك، ما عندنا عليهم حتى شي معلومات وما سول فيهم حتى شي حد. واحد باقي صغير هذاك ما كنظنش عادي يكون الوالد ديالك، والثاني راجل كبير. يلا اذا بغيتي نمشيو نشوفو تفضل. شريف اشريف امولاي دور لهنا اسمع فيق ها واحد السيد جاي يشوفك. اشري لا لا واش هاد السيد هو الوالد ديالك؟ خلوني عليكم هذاك. لا بشوي عليه بشوي عليه خليه هذاك هذاك خرج لي منك خرج لي هذاك انا بغيت قتلني انا معك شكون بغيت قتلك؟ كيشوف الليل وكيبغي يقتلني. خرجني هنايا الوالد ما عندكمش دخل غير تهدى. ومن نهار جا هاد السيد هو غادي يقتلوني خرجوني ودابا قول لي خاين لا واش هاد السيد هادي بلاصتو تهدى. ما كاين اللي غادي يقتلك ما كاين اللي غادي يدير لك حتى شي حاجه. كيشوف الليل وكيبغي يقتلني في الليل كل نهار في الليل كيجي خرجني عافاك عافاك خرجني. تبدل عليك ما تاخد دوش دير ريحه مش تشعر كثير شي حاجه. مالا صاحبي راه بزاف كتعجبني هاد اصاحبي عندك. وين زيدتي جلسي بعدا؟ ما بغيتش نقول لك ما غاديش نجلس على ود هاد القرعه. اخر مره غادي نكون في شي بلاصه انا وهادي. واش ما ناويش تداوى من هاد الشيء هذا؟ 20 عام هادي اللي كنت كنبغيك وملي انتي مشيتي لفرنسا باش تقراي انا كنت عارف ديك الساعه بلي هادشي اللي بيناتنا غادي يبدا غادي وي 20 عام هادي كنا مازالين صغار كنا مازالين تالفين كنا ما كنعرفوش شنو هو الحب اصلا. ملي تسالى هادشي اللي بيناتنا اللي كتسميه انتي ديال الدراري الصغار حاول ديك الساعه باش نهرب من بعد افكتيفمون بعد وبعد بزاف عشت مع ناس اخرين في بلايص اخرى عرفت واحد المرأة وحاولت باش ننسى كنتي ونسى با ونسى هاد البلاد كلها. شاك فوا كنت كنتوحشكم عاد ما كنبعد كثر. اها ومن بعد احسن حاجه وقعت لي ديك الساعه هي ولدي ناصر. زعما كنت سلمت كي
شبه ليك بزاف. وانتي؟ انا مالوغوزمون عادي ماشي انا هي المره اللي تقدر تواسيك. انا مشروحه اكثر منك. عاودي لي انا كنسمعك. ملي تسالى داكشي ديالنا بحال كتقول دايما تلقيته في فرنسا، كان ظريف، كنا باخر انا وياه، تزوجنا، رجعنا المغرب، بقينا خدامين في الكلينيك ديال بابا. حتى لواحد النهار كنقلب في لابواطا لي تخديها لي، كنلقى واحد البرا فيها السوارت واحد لابارتمون، كتقول بلي خصني نمشي لهاديك لادغيس في واحد لو رونديفو. مشيت كنحل الباب كندخل كنلقاه في الفراش هو وحده اخرى، كان كيخوني. من بعد ما بقيت كنسمع والو، شافني جا عندي بقى كيهضر 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 ودنيا تسمك، ما بقيت كنسمع حتى شي حاجه. كان خايف يموت وانا كنت بغيت نموت معاه. بقيت كنزيد الفيتاس كنزيد الفيتاس حتى لواحد الساعه ما بقى كيبان ليا غير الطوفان. خلينا ولو نوصل. فوالا هي هادي الدار ديال لونفونس ديالي. عرفتي شحال حلمت انا بهاد الدار؟ بون ولكن بصح ما بقاتش فحال اللي وصفاتها مريم في الرواية. سي نورمال، صافي لونطون حتى شي واحد ما جا ليها. بون غادي تمشي معايا دابا باش نكتشفوها بجوج، داكور؟ دقيقة. tu peux. merci. شحال زوينة لا ناتور هنايا. ouais, tu as raison.
سمحوا لي عافاك، واش ما عمركم شفتوا هذا الراجل هنا؟ لا اخويا ما كنعرفوش، ما عمري شفتوه. وانت؟ شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرحم لك الوالدين. شوف لي واش هذا السيد عمرك شفتيه هنا ولا لا؟ لا والو هذا السيد عمري ما شفتو. متاكد والو ما بلكش؟ ما شفتو. واخا سي الله يرحم والديك. تا هو قال لي ما عمرك شفتو. عزازين هذيك لي زانيم سافي، عمرني ما لقيت معاهم شي مشكل. صافي واقيلا عارفك. انا لمياء غادي نبقى شويه، انا غادي نصلح الدار ونتسناه. لحقاش إلا كان باقي عايش سيغمو غادي يرجع للدار هادي. أنا بغيت نبقى معاك عاد. ولكن أنا ميرا نقدر نتعطل، نقدر نتعطل بزاف هنا. ماشي مشكل، أنا نقدر نبقى معاك حياتي كاملة. كيف ما شفتي النساء ولا الدراري الصغار أنا محتاجيني، حتى أنا محتاجة نعاونهم. سوارتها شنو بغيتي سوارتها هادي؟ قلت سوار بغيتي نخرج. لا هادي الله يخليك، غير تكا تكا ارتاح، ما غاديش نعطيك السوارت. لا غير عطيني السوارت لحقاش، بغيت نجيب شي حاجه باش نشربها باش ما غاديش نشري شراب. ما غاديش نشري هادي، ما غاديش نعطيك السوارت حيت ما خاصكش تخرج. علاش ما غاديش تعطيني السوارت؟ ما خاصكش تحتاج لي صومني فيها عادي. ما شفتيش حالتي لاباش كنبغيت السوارت على ميا. خاصك تصبر، خاصك تصبر باش تبرع هادي. غير اسمع ليا، بغيت السوارت عادي، ما غاديش نعطيك السوارت. فين هما السوارت؟ بغيت دابا السوارت، عطيني السوارت على ميا. السوارت هما اللي ما غاتاخذهمش عاد. مال عادل، عادل، أنا جبت لك كاس ديال الماء. صافا، نعستي مزيان؟ غير كنعرق بزاف. سلام، صافي دابا 3 سيمان بلا شرب بلا صومنيفير، وبديتي كتنعس مزيان، دونك نقدرو نقولو بديتي كتبع.
grâce à toi. Grâce à tes efforts. Hein. فراسك صافي تخير لونطو ما حلمتش حتى هاد المره. شنو حلمت؟ حقا نسيت. ياك عاودلي. ان شاء الله خير. عندو الحلق ماس مفخنا لالا، ما تخافيش عليه، غادي نعطيك واحد السيرو حطو معايا هزو عندك. نعطيك واحد السيرو ثلاثة د المرات في النهار مور الماكلة. وخصك تكملي عليه ما تقطعيهش. عليكم السلام. الله يعاونك استاذ. الله يعاونك. تخرج استاذ. مسالك. الله يبارك فيك. نشوفك استاذ. لا لا بغيت نتمشى شويه. الله يعاونك استاذ. عديل با انا عديل انا رجعت با اسمح لي با أنا رجعت أبغى نمسح.